من معنا عبر الهاتف من فضلك؟ نعم، الو، سيد السلام عليكم. حسن حجيرة، صباحك سعيد سيدي، أهلا بك معنا. صباح الأنوار سيدتي، شكرا وصباح أنوار كل المستمعين. شكرا جزيلا لك، أنت على المباشر. أعطينا تفاصيل أكثر حول ما تبعناها الآن في هذه الصور لطائر الأبابيل. نعم، طائر الأبابيل أو طائر سويفت كما يطلق عليه باللغة اللاتينية، ماهوش طائر يعني خرافي أو طائر أسطوري كما يقال عنه، بل هو طائر موجود. ولكن الشيء اللي خلاه شوية غريب عن مجتمعنا أنه طائر يعيش في السماء. كلمة يعيش في السماء معناها أنه يأكل في السماء، ينام وهو يطير، ويأكل الحشرات. عندنا أنواع من الحشرات اللي تطير في مرتفعات عالية، يتغذى عليها هذا الطائر. وجوده في الصحراء ماهوش غريب، لأنه إقليميا هو يحب المناخ الجاف، المناخ يطير على مستويات عالية. احتكاكه بالمواطنين، احتكاكه بالناس، بالمجتمعات نادر، نادر جدا. أصلا هو ينزل للأرض فقط من يعني أجل، نادر النزول إلى الأرض كما نعلم. نعم، نادر نادر النزول، فقط ينزل هو يدير الأعشاش تاعو. الأعشاش تاعو يديرها في الشمال، في الأشجار يعني باهقة الشهقة، شاهقة العلو، يدير الأعشاش تاعو. وبمجرد أنه طيور فقط تعاود تحلق في السماء بعد 3 أو 4 أشهر من بعد الزيادة تاعها، تعاود تحلق في السماء، والاحتكاك تاعها يكون ضعيف. مورفولوجيته اصلا مورفولوجيته اجنحه طويله، اقدام صغيره، مما تسمح له بالطيران بسلاسه وبسهوله، ما يبذلش مجهود كبير، ياكل حاجه قليله، وينفق انرجي طاقه قليله، مما يسمح له انه يعيش في السماء. ومتوفر سيد وعثر الفاضل فقط، عليه. نعم نعم، هذه الابابيل هي طيور تعيش وتنام في السماء. نعم نعم سيدتي. وعثر عليه مواطنون يعني عده منذ سنوات، تكلموا عنه في تركيا، الله اعلم، في تركيا عثر عليه، في تركيا، في الصحراء الامريكيه. اذا في الصحاري نعثر عليه بكل بساطه، لانه يحلق في السماء، وفي حاله ما اذا مرض ولا شيخ ولا حاجه يطيح في الرمل ويتلاشى. لذلك لا نعثر عليه، ولكن حقيقة هو موجود، ومصادر عدة لدراسته حاولوا يدرسوه، ولكن تلمو الناس ما كانش احتكاك بهذه الأنواع من الطيور، خلات هذه المعلومة مجهولة من طرف البعض. طيب، كما نعلم أن هذه الأبابيل هي طيور تعيش وتنام في السماء، طيب نعم، لماذا ينزل للأرض ليس للمرض فقط، هو ينزل لأمور أخرى؟ ينزل فقط للأرض من أجل بناء الأعشاش والتكاثر والتزاوج. هو أصلا طائر وفي، يعني أن كوبل زوج يختاروا بعضهم، من بعد إذا توفت الزوجة أو لا توفى الزوج يبقى وفي لها. لذلك العدد تاعو يقل قليل بالنسبة مقارنة بالطيور الأخرى. هو طائر وفي، ينزل للأرض فقط للتزاوج، يكبر الطيور تاعو في أقصى مدة مداها 3 أشهر، ويختار قلت لك الاشجار العاليه. احنا ما عندناش هذا النوع من الاشجار، دونك ما راهوش عندنا لهنا. ويقدر يسافر، يقدر يسافر حتى 1500 كيلومتر فاصل، وهذه المسافه يقطعها في يومين او ثلاثه. 1500 كيلومتر معناها انه يقدر يجي يتكاثر في الشمال، عندنا هنا في الجزائر مثال، ويروح يعيش في الجنوب، في السماء الجنوب، ما يعيش في الجنوب، يعيش في سماء الجنوب. جيد، نعم سيدي، نعم، شكرا لك على كل هذه التفاصيل سيدي، كنت معنا على المباشر، شكرا جزيلا لك.